ورحمة الله وبركاته. مقدم خامس عمر محمودي تابع وزارة الداخلية الليبية، مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، فرع الزاوية الغرب. نترأس حاليا قسم المنظومة الأمنية في فرع جوازات الزاوية الغرب. لما تقتضيه المصلحة العامة دور المرأة المهم في المجال الأمني لفترة زمنية معينة من حوالي 19 أو 20 سنة، كان هناك قصور أو يعني ضعف وجود المرأة الأمنية في المجال هذا. سمعت بكلية ضابطات الشرطة، ما كانتش لها فترة حوالي سنتين، كانت تجند منهاش فترة طويلة. سمعت بالتجنيد بتاع كلية ضابطات الشرطة، وجونا مجموعة ضابطات من الدفعة الأولى والثانية، شرحولنا على الكلية وكيفية الدراسة في الكلية وكيفية التخرج والمهام اللي بيشتغلوها بعد التخرج من الكلية. من هنا ولدك عندي الرغبة في إني نلتحق بالكلية هذه. طبعا أهم ما تحصلت عليه من خلال عملي في وزارة الداخلية اللي هي عدة شهايد تكريم، وأهم شيء حصلت عليه اللي هو نفخ فيه جدا اللي هو نقطة الواجب، كان طريق مكتب العلاقات والتعاون وزارة الداخلية، مشكورين جدا. وطبعا أكملت دراستي في القانون لأن التخصص اللي تخرجنا به كان هو دبلوم علوم أمنية، فأكملت دراستي وحصلت على ليسانس قانون، وحاليا قدمت لإكمال درجة الماجستير في إدارة الأزمات والكوارث. طبعا نوجه رسالتي لكل مرأة لديها الرغبة في اقتحام المجال الأمني أن تتخذ هذه الخطوة، وكلها ثقة أن الخطوة اللي اخذتها خطوة ناجحة جدا، تقدمها للأمام للمجتمع للتعريف بدور المرأة في المجال الأمني، لأن مجال ممتاز وله عدة تخصصات مهمة تمكنها من حماية نفسها، حماية أسرتها، والمحافظة على حماية حقوق وحريات المرأة بشكل عام، ولديها الحرية طبعاً بعد اقتحام هذا المجال في استكمال دراستها. زي ما ذكرت سابقاً إني أنا استكملت دراستي بعد أخذ الدبلوم كلية ضابطات الشرطة بتاع العلوم الأمنية، درست القانون وخذت ليسانس قانون، وحالياً ندرس في ماجستير تخصص إدارة الأزمات والكوارث، وإن شاء الله نطمح مستقبلاً إني أنا نحضر الدكتوراه في المجال هذا.